مركز تسوق في مدينة فرانكفورت الألمانية، أو هذا المبنى في مدينة جدة السعودية. التصميم الضوئي للمباني وضعه جابرييلي وفولكر فون كاردوف، وأحد أشهر أعمالهما هو تصميم إضاءة بوابة براندنبورغ في برلين. الضوء الأجمل برأيي هو الضوء الذي يرتبط بالعمل المعماري ويحافظ في نفس الوقت على لغته الخاصة التي تجعله حاضراً محسوساً فلا يغيب ويختفي. أشعر بالانبهار عندما أمر بفراغات يكون فيها الضوء جزءاً أساسياً يمنحها قيمتها الخاصة. هذا ما يمكن للضوء أن يقوم به، وذلك بعدد قليل من المواد كهذه المصابيح الثمانية التي وضعها المخططان لهذا المبنى التجاري، اللذان نالا من خلاله جائزة التصميم الضوئي لعام 2003 كأفضل إضاءة خارجية. قبل التصميم توضع الدراسة التحليلية. يقوم مكتب برلين حالياً بتصميم الإضاءة لساحة إليفتيريا بمدينة نيكوسيا القبرصية، والتي أعاد تشكيلها المعمارية الشهيرة زها حديد. يناقش فريق العمل التصميم المناسب. استخدمنا إضاءات مختلفة طورت بشكل خاص لهذا الغرض. فقمنا مثلا بتسليط الضوء على سور المدينة التاريخي والمتنزهات ومساحات معينة تحت الجسر، والتي تعتبر جزءا من التشكيل المعماري، وذلك بهدف إضفاء مسحة احتفالية على السوق فوق الجسر. تطور الإمكانيات التقنية في السنوات الأخيرة كان كبيرا جدا. يسعى المخططون لإيجاد ضوء للمستقبل بأحدث الوسائل التقنية كالصمامات ثنائية العضوية الباعثة للضوء، والتي تنتج ضوءا مريحا للنظر. مستقبلا سيكون التوجه في هذا المنحى الذي نعمل به، وهو تحويل المصادر الضوئية النقطية المركزة والمبهرة جدا إلى أضواء تشع من مساحات مسطحة عبر تقنية هذه الرقاقات العضوية الباعثة للضوء، والتي تسمح لنا باستخدام ضوء مختلف يمكن تسليطه بطرق مختلفة تسمح لنا بالتفكير بطرق تصميم مغايرة. نتوقع الكثير من هذه التقنية. التصميم الضوئي مهنة حديثة تكتسب أهمية متزايدة في المجال المعماري. في كل سنة يقدم فريق عمل جابرييلا وفولكر فون كاردورف حوالي 40 مشروعاً جديداً يمتد بعضها لأكثر من سنة. في المتحف الحديث في برلين الذي أعيد افتتاحه عام 2009 قاموا بدراسة الإسقاطات الضوئية على 10 مواضيع، وكان التمثال النصفي لنفرتيتي أكثر موضوع حساس قاموا بتصميم إضاءته حتى الآن. خلق أجواء ضوئية هو موضوع شخصي جدا، وله علاقة كبيرة بالمكان المحيط وهندسته المعمارية والألوان الموضوعة فيه والمواد المشكلة له. لا يمكنني تنفيذ تصميم ضوئي بعيدا عن شخصيتي، لكنه في النهاية عبارة عن تشكيل يجمع بين أشياء كثيرة، وهكذا يكون تفاعل الناس مع نفس المكان أو الإضاءة مختلفا من شخص لآخر. في متحف المخططات المعمارية في برلين اكتفى المخططان باستخدام الإضاءة العضوية LED فقط لإضاءة المبنى بأكمله. أكثر من 1400 رقاقة ضوئية عضوية وضعت هنا، وذلك لأن كمية الحرارة القليلة التي تنبعث منها تحمي المعروضات. حساسية الأعمال الورقية للحرارة كبيرة، بالإضافة إلى طيف الضوء الواسع الذي أردنا من خلاله خلق إضاءة ساطعة في المتحف بأقل تأثير ممكن على المعروضات. إضاءة الزوايا المظلمة وإشاعة الأمان، هذا ما كان على فن الضوء الاصطناعي القيام به، لكن لم يقف عند ذلك الحد، بل ساهم في خلق أجواء مميزة ووضع الأعمال المعمارية في رؤى مختلفة.